بسم الله الرحمن الرحيم هنحل مع بعض النهارده الموديل ديكزاما بتاع الوحده الاولى بس هنحله طبعا حل سريع كده يعني انتوا راجعوه انا مش هنقرا الامتحان ومش هنترجمه هنحاول انا حل الامتحان فانا هنشوف العلامات بتاعته عندنا طبعا دون سون ميل في الايميل سوزان كانت بتكلم عن الاكتيفيتي اون بعدين سوزان بتقضي اجازتها أنيس في مدينة ناس الفرنسية بعد كده طبعا اللي بيساعدوا البنات في تنظيم الديفيلي هما المار الأمهات لمار بعدين آن فرنسا في فرنسا لورون تريسكولير العودة المدرسية بتكون في أوتون لو شهر سبتمبر بعد كده عندنا في سوزان عندها طبعا أجازة صيفية لمدة شهرين في الصباح سوزان في دولا يعني بتمارس السباحة أنيس في مدينة نيس الجو طبعا معتدل مدري معناها معتدل في القطعة التانية هنقروها برضو القطعة الثانية قطعة برضو جميلة في التعبيرات بتاعتها طبعا هنا لوس بيكيفي عن ريبورتاج ريبورتاج عن حدث رياضي طبعا كلمة يعني حدث بعدين لوس بيكي في سي فيك اي ان فام طيب جميل في صفحه ميه عشر عندنا طبعا هنا مدام ايزابيل طبعا بتسكن ان في المدينه لا فامي دو ايزابيل عيلة ايزابيل سي كومبوز دو كاتر بيرسون من اربع اشخاص آآ طبعا هي قالت الكلام ده لو عندنا زوجها وبنتها أي مظبوطه كده مسيو جوليان فا ا سون ترافاي افيلو هو بيحب يروح العمل بتاعه على الدراجه مسيو جوليان ا بيشارك في ان كورس افيلو بعد كده في المواقف طبعا بتقترح عمل رياضه اكسترام فانت بترفض يبقى هتقول ديزولي جو طبعا الرفض الجمله الوحيده اللي بتدل على الرفض هي الجمله اللي هي الاولى فودي موندي انت بتسال صديقك عن دو سكي يعني معدات السكي طبعا عارفينها البلانش والباتون كلمه باتون معناها العصا العصيان والبلانش اللي هو لوح التزلج او اللوح اللي انا بعمل عليه التزلج بتاعي أين اللي بعدها رقم كام 16 اه فوت مي <ترجمة> صديقك فودي موند بيسألك عن فوتر سبارك سترام بريفري عن رياضتك العنيفة المفضلة انت بتقول طبعا جيفي دو رافتينج اللي هي الزوارق المطاطية في صفحة آه 17 فودوني ان كونسي انت بتعطي نصيحة آه افوتر مي لصديقك فون لو ماتش فينال قبل المباراة النهائية بتقول له اتدرب كويس مش هتقول له كن اناني مش هتقول له ما تحترمش خطه اللعب مش هتقول له اعمل اخطاء فوق اكسل تي ام تقبل اقتراح فهتقول جو سوي بور سا انا متفق مع ده صديقك بيسالك لو سبوركس كوا فانت هتقول سي سبور ا ان هذه الرياضه بتكون خطيره بتنصح فو كونسييه votre ami pour être un bon يعني انت بتنصح صديقك انه يكون في صحه جيده فو ديت في دي سبور يعني مارس رياضه فو بارلي دو انت بتتكلم عن الكاركتريستيك المميزات دي ان سبور فبتقول الفوت بيلعب بيلعب ب 11 لاعب كره القدم فو دي موندي انت بتسال صديقك عن سوني بونيون عن رايه سيغ ان سبور سيغان اسبور يعني عن رياضة عنيفة فطبعا بتقول طبعا هجيب هنا الكانيونينج كانيونينج كاسك توم ما رأيك فيها السؤال 23 صديقك بيحب ممارسة الكيتاسيون فبيقول جيمون تشوف أنا بركب الخيل بالنسبه للاختيارات برضو متجاوبه أه جو سوي أه كونتر توني دي طبعا واضحه ان دي مبدوعه بحرف متحرك فانا عارفها كويس قوي يبقى كل الكلمات المؤنث اللي حرف بحرف متحرك هتاخد صفات ملكيه مذكر جيفيان دا ريفير انا عارف جو فيان ريفير بيدل على البصير سون بصير سون الماضي الحديث الماضي الحديث هاخد له اليا زائد زمن قصير اكتيفيتي جمع مؤنث هاخد لها كال ليزا الشباب هتساوي الضمير الى فيك اس فهاخد لها طبعا دواف اللي هو تصريف فيرب دوفوار يجب الذهاب الى التدريب في الميعاد جيني جوبا الجمله منفيه طبعا عندي كلمه بيتونك بيتونك الكره الحديديه هتاخد ألو الا اما كي رقم تسعة جانا مال عنده ألم في الساق والمدرب نصحه نصحه فيرب كونسيه بياخد لوي بعد لأن كونسيه بياخد حرف الجرة اه مع العاقل بعد كده جو انا عايز مصدر فعل بس طبعا بغير السي الى مي بس هاخد مي اونتريني عشان هنا مصدر فعل وجوردوي النهارده اليا دولا بلوي كلمه بلوي يعني مطر الشتاء ودي كلمه مؤنث تاخد دولا لا بوكس سي احنا متفقين ان كلمة سي دايما بعدها مفرد مذكر كصفة أه كاسك فو سي دو دايما كلمة بونسي بتاخد دو طيب بورا شتير دو بون راكيت طبعا هنا خدت بون على اساس طبعا ايه أه كلمة بون هنا في الجملة دي بوراشيتور دو دو هنا بعدها صفة جمع هنا بون طبعا جمع مؤنث عشان كلمة راكيت جمع مؤنث في الامتحان اللي, اللي بعده هنجاوبه مع بعض كده لوي ديموند ا يعني لوي طلب من ميشيل لوي طلب من ميشيل هنشوف مع بعض كده طبعا القطعه احنا ما قرناهاش هنعتمد ان انتوا قراتوها او لو في كلمه صعبه ممكن اكتبها انا هاخد سيز اكتيفيتي سبورتيف يعني انشطته رياضيه ميشيل براتيك تريبيا يعني ميشيل بيمارس كويس جدا يعني هو مشيل ده بيمارس كويس جدا الأنشطة طبعا أنا هاخد هنا سبور اكس تريم لأنه في القطعة هنا طبعا اتكلم عن السبور اكس تريم كتير بورافارم عشان تبقى عندك مزاج جيد وانتم فاكرين كلمه اومير طبعا اللي هي معناها مزاج او طابع يعني فانا هاخد طبعا فواياجير او ديفيرون ليو ممكن اسافر لاماكن مختلفه ميشيل في دو كيت طبعا يعني مش محتاج ان انا ابص القطعه هنا كلمه على مير بصوا الاجابات تاني رقم ثلاثه عشان تحصل على بون اومير ميشيل ام وبعدين فواياجيرو ديفيرون ليو وبعدين هنا اخر جمله طبعا بتقول ميشيل في دو كاتسير على بعد كده صفحه رقم خمسه رقم خمسه عندنا بتقول ميشيل في دو كاراتيه تروا جور بار يعني آه تلات ايام اسبوعيا آه تروا كار سوما ثلاث ايام اسبوعيا رقم ستة طبعا عشان نمارس رياضة عنيفة دايما الرياضة عنيفة محتاجة لايه مونيتور سبيسياليزي يعني طبعا مدرب متخصص مدرب فردي لعبة فردية ميشيل براتيك ميشيل بيومارس ميشيل براتيك يعني ميشيل بيومارس لو كيت سيرف هو بيمارس الكيت سيرف فين افيك ريتشارد مع ريتشارد في القطعة الثانية رقم 8 كوتسي ديالوج بنسمع الحوار ده فين ديالوج طبعا مارتين على السرير في على طول في المنزل فاول واحدة طبعا خدوا بالنا ان هي الاميزون في المنزل دون ديالوج في الحوار لا بارل يعني الام بتتحدث الام هنا بتتحدث فين؟ طبعا أصفي إلى بنتها مارتين أمها يبقى أصفي اللي هي الأخيرة في رقم عشرة في رقم عشرة مارتين فا أليغا لكل طبعا هناخد إيكار يعني الساعة سبعة وربع الساعة سبعة مربعة مظبوطة كده أيوة عشان نتأكد منها بالقطعة لا مير كونسي أ مارتين يعني الأم نصحت مارتين الأم نصحت مارتين بإيه بقى؟ خلي بالكم بقى فيربو كونسي عايز أتكلم قوي في الموضوع ده بياخد حرف الجر أه زائد عاقل دو زائد مصدر فعل فيربو كونسي دايما أه ودي بعده عاقل أنصح كذا آه ماشي عشان بعضين بينصحوا آه بتاخد حرف الجر اه عندنا نبقى يعني ناخد بالنا منها آه يبقى هنا بتنصحها انها تعمل تمارين رياضيه في دو آه اكزرسيز آه سبورتيف او فيزيك فيزيك اه عشر دقايق رياضه مظبوطه كده طبعا نبص الخطه بتاعتنا رقم 12 فا كوندوير مارتين دون لا فواتير رقم 12 طبعا لو بير الاب في رقم 13 مارتين ايتان كوغولي ما زالت على السرير بارسكو ها الي ان بو فاتيغي متعبه شويه طيب بتقترح على صديقك ممارسه رياضه كلاسيك كلاسيكيه فطبعا انا لابد انقي رياضه كلاسيكيه يعني رياضة قديمة بالنسبة لي فطبعا هاخد أنت أيوة تي أم فيدو احنا عارفين إن أم فيدو جاي من فيرب أفوار فيدو اللي هو يرغب فيه والتلاتة بيدلوا الأربع جمل دول بيدلوا على الاقتراح واحنا عرفناهم مع بعض كويس في رقم خمستاشر فوديو موندي انت بتسال صديقك لماذا هو يمارس الاسكالاد لان بيديني انرجي طاقه بيديني انرجي طاقه ده بالنسبه للاسكالاد الجمله اللي بعدها فوترا مي صديقك بيسالك بوركوا فوزا لي على باتينوار لماذا تذهب الى ساحه التزلج طبعا هدور على باتا اجلاس بور براتيكير لو اجلاس لممارسه التزلج عندي ادى المواقف عندنا فو فو زونفورمي يعني انت فو فو زونفورمي انفورمي سور لير دو ماتش بتستعلم عن ميعاد المباراة فوتر مي صديقك بيجيب انا بستعلم عن ميعاد المباراة فهقول له صديقك بيجاوب الكومون دي يعني هو هيبتدي الساعة 12 الضهر فو ديموندي افوتراميه انت بتسال صديقه سون افي رأيه سيغ انس وور عن الرياضه العنيفه فا فو انت بتقوله طبعا هقوله كومون تي تروف ليسكالات كومون تي تروف هاخد رقم دي طبعا عشان دي رياضه عنيفه وانا بسال عن فوتر <applause> في صديقك فوديو موند بيسالك فوتر سبوركس ترين بريفري عن رياضتك المفضله العنيفه خلي بالكم من كلمه عنيفه انا طبعا هاخد الباراشوتيزم اللي هي الباراشوت <applause> رقم عشرين بتحدث عن الايكيبمون دو سيكليسم عن معدات السيكليسما فطبعا معدات السيكليسما انا عايز دراجه يبقى فيلو فو كونسي انت بتنصح صديقك بور روسير لكي ينجح فهتقول له يجب ان تراجع دروسك طبعا عندنا نجاح يبقى راجع دروسك فوتر مي صديقك دي تيست بيكره الرياضه العنيفه ال اكس بليك هو بيشرح السبب واحنا قلنا كلمه ريزون زي كلمه كوز السبب او ممكن طبعا هو بيدي تفسير آيل هو بيقول طبعا آه علشان طبعا خطيرة جدا آه. في رقم 22 فو فو زان فورمان طب تستعلم شغلو عن حالة الجو فانت بتقول كل طان في تل طبعا ما حالة الجو دي اسئلة كلها عدت علينا المفروض ان احنا نبقى عندنا خلفية كويسة قوي كليف في ما رأيك كلمة افي و اوبانيوم بياخدوا حرف جاري يبقى افي أوبونيون خلي بالكم منهم بياخدوا حرف الجر سي سترم اكستريم جو نو لي براتيك لي عايدة على كلمة سبور يبقى هاخد لي طبعا عشان جام انا لا امارسها فو فات دو سيكليسم طبعا احنا عارفين ان فيرب فير بياخد بعده دو هنا سيكليسم مذكر واللي اخره المقطع ده اسم فهو مذكر جولي فا فير ولا براتيكي ولا جوي طبعا هناخد جوي هنا لان جوي بتاخد حرف جر اه بعدها اللي هو هيبقى او مع المذكر جيم لزاربر احنا اتفقنا ان, ان بعدها صفه لون مفرد مذكر يبقى فير ايكيب طبعا اكيب دي كلمه مؤنث فهاخد كلمه مؤنث اللي هي الاولانيه لو جودو اكتيفيتي اكتيفيتي انه نشاط لجدو ايتين اكتيفيتي كلمه اكتيفيتي هنا نشاط دي كلمه مؤنث انا هاخد الصفه ليها برضو مفرد مؤنث هتبقى بيولوج. وجوردو النهارده إيل باغ تو يعني جو مشمس في كل مكان ركزوا كده جو مشمس في كل مكان فانا طبعا باخد في لان ال بيجي بعدها في زائد صفه من الجو. طيب لو في إيه, ايه, 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 ايه دي اللي بتلخبطني شويه دي لابد يكون بعدها اسم على حاجه تدل على الجو اسم مثلا نقول له سولي لو, لو وهكذا بيير على مونتاني طبعا في الجبل طبعا مونتاني مؤنث فحط لها على جان والا اريفو كير جو روندر فيزيت يبقى لوغ طبعا عشان دول جامع معايا روندر فيزيت روندر فيزيت من الافعال اللي بياخدوا حرف الجر مع العاقل يبقى هنا لوغ في رقم ثلاثه وثلاثين اوكي الجملة اللي بعدها بتقول 34 موا طيب عندي تا يبقى حصرف على الضمير تي يبقى بريت موا بكده خلصنا الوحدة الأولانية وهنجاوب طبعا ما رأيك في الرياضة العنيفة الجملة دي خدناها أكتر من مرة في المواقف يا ريت تذاكروا بس الحاجات كاليسبور براتيك ألامونتاني تاني إيه الرياضة اللي أنت بتمارسها في الجبل فطبعا انا هقول له جو براتيك لسكالاد مثلا او لوسكي كال سون لي كيبمون دو ما معدات هذه الرياضه طبعا لو اتكلمت على سكالات هقول الفو يلزم انكورد حبل كفايه قوي جميله قوي ان انا اقول الموضوع ده او ممكن اخد من السؤال نفسه واقول لي زي كيبمون دو سون بتكون واكتب كورد حبل لاكور الحبل واكتب معاه كلمة ايه انكاسك اللي هي خوزة طبعا كل ده موجود عندنا نحاول ان احنا نظبط الدنيا باذن الله وربنا يكرم